مراسلة شبكة شام من دمشق. أهلا بك إيمان. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إيمان، ما هي آخر التطورات في العاصمة دمشق، خاصة الأحياء الجنوبية التي تشهد الآن قصفا عنيفا، وهل من أنباء عن شهداء؟ نعم، يعني بداية من مخيم اليرموك، وفي نقد للهدنة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بين قوات النظام وميليشيات أحمد جبرين المتواجدة في محيط المخيم وقوات الجيش الحر المتواجدة في تلك المنطقة، في ظل قصف عنيف جدا براجمات الصواريخ وقذائف الهاون يطال المخيم بالتحديد في ساحة الريجة بداية مخيم اليرموك، أدى إلى ارتقاء 4 شهداء حتى هذه اللحظة، هناك عشرات من الجرحى. يعني هذا هو إجرام النظام الأسد الذي اعتدنا عليهم، نقد للهدنة وقصف عنيف براجمات الصواريخ حتى ما زال حتى هذه اللحظة يطال المخيم، طبعا مما أعاق دخول المساعدات إلى المخيم. يعني اليوم توقف إدخال المساعدات بسبب هذا القصف، واليوم ليس فقط القصف ليس فقط هذا اليوم، وإنما منذ حوالي 3 أيام القصف يطال المخيم اليرموك والمناطق الجنوبية أيضا. اليوم الحجر الأسود والعسالي والقدم كلها تعرضت للقصف بقذائف الهاون الثقيل الذي يعني صداها يصدح في دمشق، في قلب العاصمة دمشق، مسموع في كافة أنحاء العاصمة دمشق. طيب. أيضا في قلب العاصمة اليوم في منطقة الأمويين كان هناك لدينا سقوط قذيفة هاون بقرب من ساحة الأمويين في محيط الإذاعة والتلفزيون، أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين. بالنسبة للجهة الشرقية من العاصمة دمشق محيط الجنوبي كان هناك اشتباكات أيضا مع قصف مدافع الفوزيكا من جبل قاسيون. بالنسبة للغوطة الغربية اليوم لدينا كان انفجار سيارة مفخخة في منطقة بنايات الكويتي في نهاية منطقة أحناية في منطقة الباردة، أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وأضرار مادية كبيرة جدا. أيضا بالغوطة الغربية كان هناك لدينا اليوم قصف عنيف في راجمات الصواريخ وقذائف الهاون من جبال الفرقة الرابعة ومطار المسجد العسكري، طالت دارية ووسط المدينة بالتحديد. بالنسبة للغوطة الشرقية اليوم كان هناك قصف عنيف في راجمات الصواريخ أيضا وقذائف الهاون على جسرين والمنيحة، تزامن ذلك مع اشتباكات في محيط إدارة الدفاع الجوي. طيب إيمان، هناك معلومات عن استعداد حالج للتوجه إلى فليطة ورأس العين المجاورتين ليبرود، هل هناك معلومات لديك حول تطورات الوضع الميداني هناك؟ نعم، ما يجري في يبرود بالتحديد في هذه اللحظات ومنذ تم اقتحامها البارحة، ما زالت عمليات السرقة والنهب في منطقة يبرود كعادتها، ميليشيات حزب الله وقوات النظام عند اقتحام أي منطقة تقوم بسرقة ونهب المنازل والمحلات ومن ثم حرقها. الآن هي هذه العمليات بالتحديد التي تقوم بها قوات النظام وميليشيات حزب الله بعد اقتحامها للمنطقة. القصف اليوم طال أطراف رينكوس وأيضا حوش عرب. بالنسبة لتوجه هذه العناصر ليس هناك أي أنباء مؤكدة حول هذه المعلومات، لكن هناك يعني الآن الأنظار متوجهة نحو فليطة والمناطق المجاورة لمنطقة يبرود، وما هي الخطوة الأخرى التي ينوي القيام بها قوات النظام وميليشيات حزب الله الإرهابي في تلك المنطقة. من دمشق كان معنا إيمان الهدى مراسلة شبكة شام، شكرا جزيلا.